بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحديث عن الفنان الرئيس الشاعر الكبير بوبكر أنشد متشعب وطويل، فهو نهر لا ينضب بكل المقاييس، وإن اجتمعت المجلدات على ذكر خصاله فلن تستطيع أن توفي حقه، لأنه فنان، مطرب، مؤسس لمدرسة موسيقية حقيقية لم يشهد تاريخ الفن الأمازيغي مثلها، وهو رائد فد وفنان ورئيس وشاعر، وهب حياته لخدمة موسيقى الرئيس بكل ما أوتي من إلهام وإبداع، تاركا روحه تستسلم للشعر ودبدبات الطرب التي تنبض بين جوارحه منذ صغره، فقد اضطرته موهبته أن يغترب عن أهله ودويه ويرحل إلى مدن مراكش والصويرة وأكادير والدار البيضاء في سبيل شيء اسمه أمارك الموسيقى الأمازيغية، وقد بيّن ذلك في إحدى أغنياته التي جاء في مطلعها يكون الجنتحي دوريا غستظلت يسعول بواب مدر زمنيان يقنا هو ويخق وكلو للسين من يسيم دي الحساب يصرف الأمرنس. هكذا كان الفنان الرائع مدركا مدى تفانيه من أجل الفن واسترخاصه الحياة لأجله، فقد كان بشهادة الجميع مبدعا فنانا يمتلك حنجرة موسيقية وشاعرية ساهمت في جلب العديد من الآذان وروضت قلوب العديد من المعجبين، فقد كانت حنجرة ذكية تتقن موازاة الإيقاع باللحن، وكانت نبرتها الشجية نابعة من إحساس يحرك أعماق الأفئدة، كما ساهمت موهبته في تأليف جمل موسيقية كان الفنانون الكبار يعجزون عن نظمها. كان الفنانون طبعا الكبار ممن سبقوه يعجزون على نظمها، فلم يفلح أي أحد إلى حد الآن في تقليده، لأن فطرته كانت النبراس الذي أنار له دربه، وكان قلبه وإحساسه الجميل رفيقاه في دربه. فكان الشاعر الكبير الحسين جنطي يدرك قدوة هذا الشاعر ومدى ارتقائه، كان يراهن جمهوره ومعاصريه على تسليم ممتلكاته في قبائل الشتوكة مقابل تقليد الشاعر بوبكر أنشد، فكان ينعته المرحوم الحسين جنطي بالعالم العالمين، أي أنه عالم. اسمه الكامل بوبكر بن حماد الطالب، ينتمي لقبيلة إنشاد بشتوكا، ازداد حوالي سنة 1900 بدوار القسبطني العسري، كان أبوه إماما للمسجد، توفي حوالي 1905 تاركا الطفل بوبكر لوالدته التي أحسنت تربيته قبل أن يختار لنفسه ككل أبناء البلدة ميدان الرعي، ليكتشف الرئيس بوبكر أنشاد عالما آخر ملؤه الطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة والأجواء الصافية التي تطبع سماء إنشاد وبالفع ومسة وأيتعمرة وكل القبائل المجاورة. وقد كانت تلعوت الناي الآلة الأولى التي حاورها أبو بكر طمعا في تعلم استعمالها ببراعة وخفة، وهو طبعا ما تأتى له في السن
العاشرة من عمره، وقد أقنع نفسه بمرافقة مجموعة الرماط، الرمان سيدي أحمد وموسى المتجولين دون علم أهله، ورحل معهم خفية راقصا وعازفا على الناي وعلى آلة البندير، ولم يكن يدرك قيمته الفنية إلا من خلال الاستقبال الكبير الذي خصصته له أسوار مدينة الصويرة بجمالها وطيبوبة أهلها، وهي المعروفة بحب الفنانين وعشقهم سابقا وحاليا. وقد وجد هذا الشاعر وجد الشاعر والرئيس مبكرا شدالته في مدينة الصويرة خلال أول إقامة له بها، حيث استطاع ربط علاقة وطيدة مع مجموعة من الرويس، مع مجموعة من الفنانين هناك، واكتسب من خبرتهم العديد من الأبجديات الأولى لفن الترويصة، وأحب هذا الميدان بل ورغب في نقش اسمه بالأحرف العريضة على صفحات التاريخ هذا الفن العريق، بينما بقيت والدته تبحث عنه في كل بقاع سوس متوجسة من مكروه يصيب ابنها أو شيء من هذا القبيل، غير مدركة أن ابنها انسلخ عن هذا الوجود ووهب شبابه لموسيقى الرويس. استطاع هذا الفنان من خلال موهبته الفطرية أن يجعل الموسيقى تنساب من ألحانه وترانمه كسيل مائي أطفى لهيب الكثير من العشاق والمولوعين بالموسيقى، وقد بزغ نجمه ليصل صداه إلى مجموعة من المناطق، فانتقل إلى مراكش مرافقة لمجموعة إهياض الرماع دروان سيدي أحمد وموسى، لكن إحساس الأم الذي لا يخيب مكنها من معرفة مكان بوبكر، فانتقلت إلى جامع الفناء حيث شهرت بوبكر الشد اكتسحت الساحة واستطاعت أن تعود به إلى مسقط رأسه إنشد بعد مغامرة قصيرة حقق فيها الأهم خبرة وشهرة واسم واسم سيخلد عبر العصور. وبدار إيدو محيا سقل بوبكر الشد موهبته أكثر، والتقى كما تقول الروايات الشفوية برفيق الدرب الرئيس الحاج بالعيد، وتبادل أطراف الحديث في أمور فنية واجتماعية، ومع المدة حقق بوبكر أمنيته بإنشاء جوقة رسمية تشمل أجل ألمع العازفين على الآلات أولهم الرئيس الحسين باشا. سنة 1930 رحل بوبكر وجوقته قاصدا مدن الصويرة ومراكش والدار البيضاء ليتمكن في هذه الأخيرة من تسجيل الدفعة الأولى من أغانيه بثمن زهيد، ليعود حوالي 1942 و1941 ليسجل الدفعة الثانية التي يمكن اعتبارها أغاني الوداع على أسطوانة بيضافون، لأن بوبكر الشاد لم يعمر طويلا فهو يعد من أصغر عمالقة الرويس، كما أشرت ازداد سنة 1900 وتوفي رحمه الله سنة 1942 فخلف طفلة واحدة ازدادت حوالي 1938 من زوجته عائشة بوعنيضة، والطفلة اسمها طبعا فاطمة المتوفاة كما كان قد توفي ابنها الفنان أعموم الذي كان يتهيأ لإصدار ألبوم عن جده. وكما أشرت في البداية فإن الحديث عن عبقري مثل بوبكر الشد يحتاج إلى صفحات، كما تحتاج أغانيه
إلى دراسات مستفيضة وبحوث علمية نتمنى أن تتحقق في القريب الحاشم. وتبقى الإشارة إلى أنه يعد أول الروايس أو الفنانين الذين نجحوا في إشراك الآلة أو آلة الجديدة في الموسيقى الأمازيغية السوسية، إذ كان يعتمد على الكمان والجمبري التقليدي إلى جانب الرباب والوتار والنقص، ويجنح إلى توظيف الحكم والحوار فيخاطب الطيور والأشياء الجامدة ويكلم الموتى ويسأل الجنة، كما نجد من بين أغانيه أطار الملاحم التي اشتهر بها المغاربة في عهد الرومان، ونجد أيضا عند الرئيس أبو بكر الشد أغنية نحلة تزويت تثير قضية التأثير والتأثر بين شعر أغاني الرويس وبين الثقافات الشرقية، لأن تعريب تلك الأغنية هو نفس ما قاله شتريت في باب الأسد والثور من كتاب كليلة ودمنة. يقول أبو بكر الشاد في إحدى أغانيه: يكون الجنتي خيد ورياس تظلت يسعول بواب المدر زمنيان يقناها ويخق وكالوري السين من يسم دي الحساب يصرف من يوين. الجنت ورت اللي سيقور ولا تظلت وللي بلا إخياد يرضم ولا نيان وكانف كسح الجنت من يغتلي الدنيت اللي خرت ربي لا ياسنت سفر أرزاني قدر ملدي خصني قنت نيان الوسيط نزيني خكين زريخ وكان ناخز ديك اللي نكون يخفره كان هداك زايد ربي تاقلتي تسيدي السلطان نكي طاعتنا ربي تنسح وكان الليخ هداك زايد ربي تاقلتي تسيدي السلطان ارزاني من ملدي خصني قنت نيان نسلولينو زنيتو فسناس ملد ترزن اللو زولينو كترزيته ترزي ترزي القرقاع أم قرن وامان أترزام تتسح القفول من عانين يوي خاطبي بأريق كنس وري التقين يوي خاطبي بايد دار كيكا يا مادون يمكي كدوط بمتين كرومادون كما قال الرئيس مبكر أنشاد في قصيدة تزويت النحلة: أحين تيمي تحنين تنقع كاد أحين تيمي تحنين تنقع كاد نتزويت اللي في الدروم دلودو صميد وراسي فرك اللي غنت نسا غارة جديد أغواد صوادي اللي غتيني الصمديد الله تيهو وين لاش ياخنت مزير تي سيدي عياد النورتي اللي تغوسنو دل المكروه هينتي اللي دارو حبيبي نو إنو يتيد الله تيهو وين أورا يتمس الجتا والي وياد أيا ندارق ماسي حضوط الدوني تياد الله تهووي. كما قال في قصيدة أخرى: نضالبك ما تدي اسمون ربي التسليم يسلم ودار يسلم وكان أفدي موري قداك رزبخ غراس أي منو تاني تنضم ترى لوصيات أتنتم الزويل اللي دخلني العقول إما غايد نترى هوست ورق النيات أكو الصوغ تيني قيقون ما يتصويان العدو أقدم وراقي ستي للأمان أياني سكرن العيب يختدتو التغرم أحرام أبناد مزند البحر تيلا سكان ورجون قستوغا ولا تنتي السبغاي يحيرك راكي كنديفك وانتي ووال يشردك باباك دي حيوم قاري مود راكي سكر الصبات ملاح الغلات اتغوسان سكقي كراني نتوفان اني التوريو في كرهن كل والنون قند ولينو مد تجمع توري اللين هيا نور تغدرتي غدركي قلة لامان يموت لحيا يتيقس في اللس لامان والله هارد نتلعباش كون الله فلام الدنيت اللي غير تربي لاس انت سافر أتظل تختيقة وفوسياني تط يحيد دارك عيسي بوكدة أو رسول الله
تنميرت مع تحياتي للزميل إبراهيم أبو سدار. محمد والكاش يتمنى لكم وقتا ممتعا مع كبار الرئيس. إلى الحلقة الثالثة إن شاء الله.